كنا نعمل مساج كده على الشيكس بتاعته من 5 لـ10 مرات. ده 1 2 3 4 5 6 7 في حركة دائرية كده الناحية التانية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعد نعمل حوالين بقه كده اللي هي العضلة دي. وبعدين هنعمل على بقه كده ودنه وقتها بقى يطلع لسانه. استناه يطلع لسانه كده او طلع لسانه اهو. اضغط بقى على التب بتاعة الفنجر ده كده اهو. وبعد كده ادخل جوه اضغط جوه شوية واضغط جوه شوية. بمشي على لسانه كده بس مخلوش يرجع. وبعد كده هحط صباعي هنا في الجنب لحد ما يطلع لسانه من ناحية الجنب كده. طول ما يجيب لسانه على الجنب يعني. ايوه اهو طلع. حط لسان الناحية التانية دي تخلي لسانه يتحرك. سر بعض الفيديو صح؟ طلع لسانه بس كده اهو. بس الناحية التانية مش بيطلع فيها لسانه. تحاول بقى معاه كده يبدأ يطلعه. بقى تدخل صباعنا جوه على الجنب بتاعته لحد ما يعض عليها. يحطها على مكان الدروس كده وهو يقعد يعض عليها 3 4 مرات ولا حاجة. الحركة دي برضو بتقوي شوية الحركة بتاعت المانديبول بتاعه. والناحية التانية برضو شوف ازرق على فكرة حد يفتح كده بتاع. يعض عليها شوية الناحية التانية. بعد كده ندخل صباعنا كده. أول ما يبتدي يعض على صباعه ويرضى ويقفل بقه ويعمل بريشر أقوم جاية ساحبة الصباع لبره وأدخليه تاني يعمل بريشر تاني. فاهم يا رجل؟ بعد مفيش يا راضي خالص. ده كان بس حلو قوي. طب هاتلي تكرونة كده اي تكرونة وانا هنعمل عليها. ساعة دلوقتي؟ ساعة بس. ما دلوقتي ليه؟ نعمل شوية التمرينات دي لحد ما نرجع تاني. ماشي اقفل يا اسماعيل.